التوجيه من الأستاذ علاء معن أمين بغداد حقيقة وجه كافة البلديات بأن تكون شجرة عيد ميلاد في كل دائرة بلدية، ولكن المتميزة منها والأكبر هي في ساحة التعرير بعد إشراف وتصميم مباشر من قبله ومشاركة الأخوان في دائرة التصاميم ودائرة المتنزهات. حقيقة مثل ما تشاهدون عمل دؤوب استمر لمدة 10 أيام، أنتج عنه شجرة جميلة جدا تضاهي أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية احتفاء بإخوان الطائفة المسيحية، وكذلك ثوار أكتوبر اللي قدموا الشهداء وقدموا التضحيات. هاي ساحة الحرية، ساحة المتظاهرين، ساحة الأبطال. حقيقة ردنا نضفي جمالية على هذه الساحة أن تكون متميزة في هذه المنطقة، هدية من أمانة بغداد إلى أخواننا في الطائفة المسيحية ولا ثوار أكتوبر. أمانة تستمر إلى وقت متأخر من الليل، يعني أمس يوم الجمعة كان التواجد لغاية بعد 12 ليلا، لأن كان هناك تجوال لدولة رئيس الوزراء، إضافة إلى أنه أعمالنا اليومية تستمر إلى وقت متأخر لإضفاء الجمالية. ودوماً نشوف العوائل العراقية حقيقة ابتهجت. من خلال قناتكم الكريمة نقدم التهاني والتبريكات إلى أخواننا في الطائفة المسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، جعل الله سنة خير وبركة وانتهاء هذا الوباء اللعين إن شاء الله، ويعم الأمن والسلام على وطننا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بالبداية يعني تهنئة إلى شعبنا الكريم مناسبة العام الجديد، إن شاء الله سنة خير على كل العراقيين خصوصا على الأخوة المسيحيين. حقيقة بالنسبة كل سنة كل دوار أمانة بغداد تتهيأ للعام الجديد حقيقة وتستقبله باحتفالات يعني مختلفة حسب الدوار البلدية. كل دائرة بلدية حقيقة صار توجيهات أنه تنصب شجرة عيد ميلاد احتفاء بالعام الجديد وتزيين الأشجار والشجيرات، إضافة إلى الإنارة الأشجار، وبالتالي نضيف لمسة لطيفة إلى أجواء بغداد إن شاء الله ليلة رأس السنة الميلادية. طبعا بالتأكيد راح تنطلق بها الألعاب النارية في مختلف التجمعات والفعاليات المهمة في بغداد، راح تكون متزامنة في وقت واحد إن شاء الله. وحقيقة هذا موضوع يعني متابع مباشر من قبل السيدة من بغداد والسادة الوكلاء، لأنه لابد أن نضفي نوع من الفرح على أهل بغداد. هذا الموضوع هذا اللي ربما إن شاء الله يعني ينتهي على خير وسلام إن شاء الله جائحة كورونا، والحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى لطف بالعراقيين في الموضوع هذا. يعني إن شاء الله هذا العام هو يكون خلينا نقول العام الأخير بالنسبة لهذه الجائحة، ونستقبل عام جديد إن شاء الله خالي من الجائحة وخالي من كل الأمراض الاجتماعية الأخرى. بالنسبة حقيقة احتفالاتنا برأس السنة، ساحة التحرير اللي راح تصير احتفالية مركزية فيها، عندنا احنا ساحة الفتح، الدار البلدية مختارة ساحة بكل دائرة بلدية. اكيد هذا الموضوع يعني يعتبر مهم لانه لابد ان نطبع نوع من التفائل امام شعبنا وامام جمهورنا. عندنا احتفالية اخرى، احتفالية حقيقة العيد العظيم حقيقة تأسيس الجيش العراقي اللي صادف 6 كانون. عندنا توجيهات مركزية حقيقة بهذا جيشنا الباسل اللي سطر 4 انتصارات على داعش وعلى غيره، حقيقة لابد أن يحتفى به احتفالا يستحق هذه المكانة. 6 كانون حقيقة أكو احتفال مركزي راح يكون في بلدية المنطقة الخضراء حقيقة، وكل الدور البلدية راح تسوي احتفالات فرعية بهالموضوع هذا. إن شاء الله نحتفي بالجيش العراقي، ووجهنا إعلامنا أقسامنا بهالموضوع هذا بالترتيب والتنسيق مع القوات الأمنية. نعم.